إسرائيل صعدت بشكل خطير للغاية من ضرباتها على الفصائل المسلحة المقربة من إيران، ويوم أمس في الساعة الأخيرة من مساء يوم أمس كان هنالك استهدافا من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أحدى النقاط التابعة لهذه الفصائل في الداخل السوري. التفاصيل كانت قد نشرت من قبل التايمز أوف إسرائيل بالإضافة إلى درعا و24، وذلك بسبب أن الاستهداف كان قد تم في درعا تحديدا، وكانت هنالك أيضا صورا قادمة من وكالة تسنيم الإيرانية أكدت وأوضحت بهذا الشكل هذا الانفجار الذي نراه، الذي يبدو بأن الدخان لا زال يتصاعد حتى صباح هذا اليوم من الاستهداف الإسرائيلي في الداخل السوري، الذي جرى بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران أطلقت طائرة مسيرة مفخخة إيرانية الصنع من سوريا باتجاه العمق الإسرائيلي. بمجرد ما وصلت إلى مرتفعات الجولان قامت المنظومات الدفاعية الإسرائيلية من إسقاط هذه الطائرة وتدميرها بالتمام والكمال، ولكن هذا طبعا الأمر الذي جعل سلاح الجو الإسرائيلي أن يرد مباشرة باستهداف درعا تحديدا، وهم قاموا باستهداف حوض اليرموك في درعا، ضربوا إحدى النقاط الخاصة بهذه الفصائل، لا قتلى لا جرحى، ولكن هنالك أضرارا مادية. يبدو بأن إسرائيل استهدفت النقطة التي انطلقت منها هذه الطائرة المسيرة على العمق الإسرائيلي، ودرعا تعتبر مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي بسبب أن الفصائل المسلحة دائما ما تنتشر في هذه المنطقة، هي قريبة من مرتفعات الجولان، تستهدف من خلال أو تستخدم الأراضي السورية وتستخدم درعا في استهداف العمق الإسرائيلي. كذلك أن في درعا هنالك منظومة رادارية مهمة للغاية تابعة للجيش العربي السوري، دائما ما إسرائيل تبقيها تحت النار، وذلك لأن سلاح الجو الإسرائيلي عادة يستخدم هذه المناطق في التحليق باتجاه التنف باتجاه الحدود بين العراق وسوريا، أي نتحدث عن ألبو كمال، دير الزور، الميادين، وبالتالي تحلق بهذا الشكل، وبالتالي يجب أن يبقى الرادار غير طبعا لا يمكن أن يبقى الرادار طبيعيا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هذه هي أهمية درعا بالنسبة لإسرائيل، ولكن النقطة الأساسية هنا بأن هذا الاستهداف يأتي بعد يوم واحد فقط من ضربات هائلة للغاية وجهتها إسرائيل على مواقع خاصة بحزب الله اللبناني في حلب تحديدا، وكانت هنالك لقطات مصورة لطبيعة هذه الانفجارات التي إذا ما رأيناها الآن ستلاحظ هذه المستودعات وهي تستمر بالانفجار بهذا الشكل بسبب الأسلحة الموجودة داخل هذه المستودعات كما نلاحظ، واستمرت بالاشتعال العديد من النقاط قد ضربت فعلا من قبل إسرائيل تحديدا في حلب، وكذلك هذه صورة أخرى كما تلاحظون لطبيعة هذا الانفجار. المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد أكد بأن هذا الأمر أدى إلى مقتل 43 عنصرا، بينهم هنالك من عناصر من حزب الله اللبناني، هنالك عناصر من الجيش العربي السوري، وبالتالي نحن أمام 43 قتيلا كما يتحدثون، 6 منهم من حزب الله اللبناني، 5 منهم نشرت صورهم بهذا الشكل من قبل حزب الله. الضربات طبعا لم تكن عادية أبدا إذا ما ألقينا نظرة على طبيعة هذه الضربات والمخازن التي ضربت بحسب آخر تحديثات في الأقمار الصناعية. سنلاحظ بأن هذه هي حلب التي ترونها هنا، والاستهدافات جاءت باتجاه إحدى مستودعات حزب الله الموجودة إلى شرق مطار حلب، هي تأتي من ضمن مطار حلب. كذلك أن هنالك ضربات باتجاه سفيرة هنا أو السفيرة هنا في هذه المنطقة، ضربت أيضا مصانعا أو مستودعات تابعة لهذه الفصائل المسلحة، وكذلك أيضا إلى جنوب غرب حلب كانت هنالك ضربات على 3 مقرات قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي. إذا ما ألقينا نظرة على المستودع الذي ضرب في حلب على سبيل المثال، نذهب إلى مطار حلب الآن ونلقي نظرة على طبيعة هذا المستودع الذي ظهرت اليوم صباح هذا اليوم طبيعة النقطة التي استهدفت. هذا هو مطار حلب، شرق مطار حلب، هذه هي المستودعات، وهذه المستودعات كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها تابعة لحزب الله اللبناني. وسنلاحظ من آخر تحديث بالقمر الصناعي هذه هي نفس المنطقة، نحن ركزنا على هذه النقطة تحديدا، عندما نقترب منها سنلاحظ قبل وبعد، لاحظ كيف الدمار واضحا جدا هنا من خلال آخر صورة محدثة من القمر الصناعي، تلاحظ واضح جدا بأننا أمام مستودعين هي التي استهدفت في هذه المنطقة. إذا ما اتجهنا إلى جنوب شرق حلب إلى المنطقة والمخازن التي تحدثنا عنها، وسنلاحظ هنا أن هذه هي مجموعة مستودعات، المستودعات إلى الغرب تقريبا 4 مستودعات، 3 من هذه المستودعات هي التي دمرت، وهذه المستودعات هذه قبل
وهذه بعد. لاحظ الفرق هنا ولاحظ طبيعة المستودعات التي استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي، كلها مستودعات كما تتحدث المصادر تابعة لحزب الله اللبناني. لاحظ هنا قبل وبعد، واضح الدمار الكبير، وهذه ضربة ليست بالعادية أبدا. كذلك أن قبل يوم من هذه الاستهدافات كان هنالك استهدافا إسرائيليا على إحدى المقرات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، كان هنالك اجتماعا بالقرب من السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق، وإسرائيل ضبطت هذا الأمر واستهدفت هذا الموقع الذي يبعد كيلومترين تقريبا من منطقة السيدة زينب، انفجار هائل للغاية كما نلاحظ هنا. وكذلك نلاحظ هذه المنطقة التي دمرت من قبل سلاح الجو الإسرائيلي كما هو واضح. بالتالي نحن أمام مجموعة ضربات ليست بالعادية من الجانب الإسرائيلي. ضربت درعا كما تحدثنا هنا في هذه المنطقة مساء يوم أمس، الساعة الأخيرة من مساء يوم أمس، قبلها بيوم أي يوم الجمعة ضربت حلب بقوة كبيرة للغاية، وكذلك الخميس ضرب مقر للحرس الثوري الإيراني، والثلاثاء الماضي كانت هنالك ضربات على طول هذا الخط الشريط الحدودي بين العراقي وبين سوريا. ضربت البوكمال، الميادين، دير الزور، معبر السككلة وهو المعبر الإيراني أيضا قد ضرب. وكذلك خلال الأسبوع الماضي كانت هنالك مستودعات في جبال القلمون هنا قد ضربت أيضا تابعة لحزب الله اللبناني، وضربت كذلك مستودعات ومصنعا لتصنيع الأسلحة خاص بحزب الله اللبناني في بعلبك التي تعتبر مقرا والمركز الرئيسي لحزب الله اللبناني أيضا قد ضربت. وبالتالي نحن نلاحظ أن عمل الطائرات الإسرائيلية هنا يأتي فوق الجولان لتحقيق الضربات في درعا وفي دمشق، كذلك فوق البحر المتوسط لاستهدافات باتجاه حلب، وكذلك أن الطائرات الإسرائيلية بطبيعة الحال أيضا هي قادرة على التحليق بهذا الشكل فوق التنف لتأتي ولتحقق مثل هذه الضربات التي نراها في البوكمال ودير الزور وغيرها، وكذلك شرق حلب من الممكن أن تضرب بهذا الشكل من قبل الجانب الإسرائيلي وبعدها تحلق بالعودة إلى مواقعها. بالتالي هذه مسألة تكتيكية مهمة بالنسبة لإسرائيل، وبحسب الوول ستريت جورنال ومسؤولين إسرائيليين كانوا قد ذكروا بشكل واضح بأن هذه الاستهدافات هي تأتي من أجل تحقيق عدد من العوامل. واحدة من العوامل التي نلاحظها هنا بأن هنالك استنزاف لعناصر الحرس الثوري الإيراني بشكل واضح هنا في الداخل، استنزاف كذلك لعناصر الفصائل المسلحة المقربة من إيران المسؤولة عن نقل الأسلحة في هذه المنطقة، وكذلك هنالك عمل كبير على أضعاف المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري لإبقاء هذه المنطقة تحت سيطرة سلاح الجو الإسرائيلي، وأن يضرب في أي نقطة في أي منطقة مهما كانت المعلومة جاءت الآن أو جاءت يوم أمس، هم قادرين بالضرب بأي وقت دون أن يكون هنالك تأثيرا من المنظومات الدفاعية في سوريا تحديدا للتصدي لهذه الضربات. أما ما ذكرته الوول ستريت جورنال فإن الاستهدافات بالأساس هنا هو أنهم يضربون مستودعات الأسلحة، وذلك بسبب الأسلحة القادمة من إيران إلى العراق لتعبر إلى سوريا من أجل أن تصل إلى كل هذه المناطق، إن كانت حلب على سبيل المثال بالطائرات، الطائرات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني تصل إلى حلب وتوصل الأسلحة مباشرة إلى لبنان لتصل إلى حزب الله اللبناني، أو نقل الأسلحة بهذا الشكل إلى القلمون كما نرى وإلى بعلبك، ومن ثم تصل أيضا إلى حزب الله اللبناني، أو تصل إلى دمشق إلى مطار دمشق وبنفس الطريقة والأسلوب تنتقل إلى حزب الله بهذا الشكل، ليس طبعا عبر الجولان ولكن ممكن أن تأخذ طرقا فرعية أو إلى القلمون مرة أخرى لتصل إلى حزب الله. بالتالي الهدف الأساسي هنا هو إبقاء حزب الله اللبناني بعيدا من أي أسلحة إيرانية أو أسلحة استراتيجية إيرانية ممكن أن تصل لهم، وذلك لأنهم يضعون في حساباتهم بأن هنالك حربا قادمة مع حزب الله، وهم يعدون لعملية عسكرية لإبعاد حزب الله على مسافة 10 كيلومترات خلف النهر الليطاني. وهنالك اتفاقا وصفقة قد تمت بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تحدثت عنها طبعا الواشنطن بوست في 48 ساعة الماضية، وكانت قد نشرت بشكل واضح بأن تمت توقيع على أن تزود الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل ب 24 طائرة من طائرات F-35A الشبح التي ترونها هنا، بالإضافة أيضا إلى تزويد إسرائيل ب 500 قنبلة من قنابل MK-82، وهذه القنابل يصل وزنها إلى أكثر من 226 كيلوغراما، بالإضافة إلى MK-84، هذه القنابل 1800 قنبلة ستصل إلى إسرائيل قريبا من الولايات المتحدة الأمريكية يصل وزنها
إلى الفيرطل، نتحدث عن 906 كيلوغراما تقريبا. هذه القنبلة تسببت بالكثير والكثير من المشاكل في قطاع غزة بالنسبة للجانب الإسرائيلي بسبب ثقل القنبلة، وعندما تسقط على عناصر حماس أنها تؤدي إلى الكثير من الضحايا أو تسقط الكثير من الضحايا من المدنيين طبعا الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة. الآن هنالك تزويدا 1800 قنبلة من هذه القنابل MK84 و500 قنبلة من قنابل MK82، وقد تكون هذه الأسلحة فعلا لن تستخدم باتجاه رفح كما تخطط الآن إسرائيل، لأننا رأينا منتصف هذا الشهر تحديدا بأن البوليتيكو كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن هنالك نقاشات وتوافق أمريكي إسرائيلي بأن العملية في رفح ستكون كعمليات مكافحة الإرهاب، بالتالي هذه الأسلحة قد تكون موجهة فعلا ضد حزب الله اللبناني وحتى ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة في سوريا في حالة كان هنالك أي تصعيد قادم في هذه المنطقة.